للحديث أكثر عن إرسال إيران لخلية إعلامية لشيطنة الحراك الشعبي في العراق ونشطائه، ينضم إلينا الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى، مرحبا بكم. إلى أي مدى تعتقد أن هذه الخلية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني نجحت في الهدف الذي أسست من أجله، وهو عملية شيطنة الحراك الشعبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك وحيي مشاهديك الكرام. بدأ أن نحن في صحيفة وجهات نظر نشرنا هذه تفاصيل كاملة ووافية جدا وموسعة بالأسماء وبالمهام عن هذه الخلية في 20 من شباط فبراير 2020، والآن عادت إلى الظهور بسبب ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن محادثة بين هشام الهاشمي وأحد أصدقائي. الحقيقة يعني الإعلام الإيراني والإعلام التابع له يعني يستخدم كل الوسائل الدنيئة في يعني تحطيم الخصوم وفي مواجهتهم، ومنهم بالدرجة الأساس ثوار تشرين في العراق وكل المعالم الإيجابية في العراق وفي غيره. وبقدر تعلق الأمر بالعراق فإنهم بذلوا جهودا كبيرة في هذا الصدد، نجحوا في بعضها وفشلوا في البعض الآخر، لكن الأهم من ذلك هو أن قناعة العراقيين تزداد يوما بعد آخر بهذه الثورة، وأملهم كبير في أن تحقق يعني أهدافها في إسقاط هذا النظام الإجرامي الإرهابي الذي جاء به الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق. يبدو أن الحرب على الحراك الشعبي بمستويات متعددة وليس فقط يعني بقتل المتظاهرين وتغييبهم، هناك ربما يعني حملة لتشويه صورتهم، وهذا يعني ما نجده ونتابعه بالفعل. أستاذ مصطفى، هل هناك برأيك يعني مستويات متعددة للحرب على الحراك الشعبي بالإضافة لما ذكرت؟ بالتأكيد هناك يعني ما تفضلت به من الممارسات الإرهابية التي رآها الجميع والتي يعرفها الجميع ويعترف بها الجميع باستثناء عصابة المنطقة الخضراء، لأنهم هم من يمارسون هذه العمليات الإجرامية ضد الثوار بشكل مباشر، قتلا واغتيالا واختطافا وتعذيبا وشيطنة وإلى آخره. وهناك المستويات السياسية في مواجهة ثورة تشرين، وهناك النشاط الإعلامي المحموم لهذه الخلية ولغيرها. يعني هذه الخلية تتحدث أو هذه المعلومات تتحدث عن أبرز رؤوس هذه الخلية، ولكن هناك امتدادات أخرى لها داخل وخارج العراق بالمناسبة. يعني منهم على سبيل المثال نجاح محمد علي، نجاح يقيم في لندن ولكنه يعني معني مباشرة بتوجيه هذه الخلية الإجرامية وممارسة الأنشطة الإرهابية من خلالها، وأعني بالذات التحريض ضد الثوار وإرهابهم. وبالتالي فهناك العديد من المستويات. طيب التي أستاذ مصطفى، يعني هل نستطيع القول أن هذه يعني معركة مصير ربما إيرانية؟ يعني من خلال الكشف عن هذه الخلية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، يبدو أن المعركة الرئيسة مع الحراك الشعبي هي معركة إيران بالأساس. إلى أي مدى تتفق مع من يعني يذهب بهذا الاتجاه؟ يعني الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق يجد في أي محاولة لمواجهته يجد فيها عدوا، وبالتأكيد ما حصل من يعني انتفاضة شعبية واسعة وعارمة وواضحة الأهداف وفي مناطق جغرافية محددة، ومن معظم أبناء هذه الانتفاضة أو الثورة من يعني محافظات الوسط والجنوب تحديدا، وهذا له معنى كبير. فلذلك إيران تعتبر أن هذه معركة كبيرة بالنسبة لها، وهي لا تريد بالتأكيد أن تخسر العراق، لأن خسارة العراق بالنسبة لها خسارة لا تعوض العراق يعني
مصدر مهم بالنسبة لتنفيذ وأداة مهمة لتنفيذ الاستراتيجية الإجرامية للمشروع الفارسي الذي تعمل من خلاله أذرع نظام ولاية الفقيه الإرهابية. شكرا لك أستاذ مصطفى كمال، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، كنت معنا عبر الهاتف.